معرض الأثاث في كولونيا يقدم آخر المستجدات في عالم الأثاث، فهناك خشب بجميع الأشكال والألوان، لكنها لم تصبغ بالألوان بل تترك طبيعية كما هي. خشب يمكن معرفة طبيعته الأصلية. الناس يحبون هذا النوع من الأثاث لأنه يروي تاريخاً، وقد أطلقنا عليه اسم روبنسون كروزو المزود بآيفون، لأن الإنسان الحديث يعيش في عالم يبدو فيه كل شيء مصطنعاً، فيحتاج إلى مواد تشبه هذا العالم في بيته أيضاً. ثمة طلب على الأثاث ذي الطابع الأصيل كهذا الذي تصنعه شركة ريفا الإيطالية، وهو أثاث يعتمد على ما يسمى بخشب بريكولي الذي يستخدم للأعمدة، وكان يستخدم في مدينة البندقية الإيطالية بمثابة أوتاد لتثبيت القوارب، ويجب تغييرها بانتظام لأنها تتآكل بسبب كثرة القواقع. تنقل الأخشاب إلى مدينة كانتو في شمال إيطاليا، حيث يقع مقر شركة ريفا للأثاث. الشركة تصنع الأثاث من الخشب الفاخر منذ 90 عاماً. ريفا هو صاحب فكرة تحويل الأوتاد إلى أثاث. كنت أرغب في اكتشاف نوع من الخشب الجميل الذي يحتفظ بخطوطه الأصلية ليستخدم مرة أخرى ويكتسب حياة جديدة. يخضع الخشب لعمليات عديدة، والتحدي الكبير هو كيفية التعامل مع هذا الخشب ليأخذ شكلا جميلا دون أن يترك آثارا بأنه كان خشبا مستعملا. ولهذا فإن صنع قطعة أثاث واحدة يستغرق أسابيع كاملة. التعامل بشكل خاص مع الأخشاب التي فيها ثقوب مهم جدا، فنرى التحولات الطبيعية التي يشهدها الخشب، ونرى أيضا آثار القواقع عليه. وتحت شعار بين أوتاد البندقية، صنع 29 نجارا أثاثا من الأوتاد. هذه المنحوتة صنعها المهندس المعماري السويسري ماريو بوتا. أما هذه الرفوف فقد صممها المهندس المعماري الإنجليزي ديفيد شيبرفيلد. والخشب الذي يتمتع بعمر طويل يسمى بخشب كاوري، ويبلغ عمره 50,000 عام. أشجار كاوري هي أشجار صنوبرية لا تنمو إلا في ظل المناخ الاستوائي. يصل سعر طاولة كهذه إلى 10,000 يورو أو أكثر. نحن نريد أن نصنع أثاثاً ذا قيمة كبيرة، أثاثاً أهدته لنا الطبيعة، ولا يهمني أي شيء آخر. نعود إلى معرض الأثاث في كولونيا. ارتفع الطلب على الأثاث الذي يحمل آثاراً قديمة، مما دفع النجارين إلى جعل الأثاث قديماً على نحو اصطناعي، فيشتغلون عليه مدة طويلة حتى يبدو شكله وكأنه صنع قبل 5 أجيال. تبدأ الخطوات الأساسية الأولى بصقل الخشب بشكل يدوي، ثم نرفع من درجة حرارة الخشب قبل أن نعمل عليه مجدداً وهو في وضع بارد، فنصنع منه أشكالاً مختلفة في النهاية، فيبدو مثيراً للغاية، وذلك بعد عدد من خطوات العمل التفصيلية والمعقدة. وبغض النظر عما إذا كان قدم الأثاث مصطنعاً أو يعود عمره فعلاً إلى 1000 عام، فإن هناك طلباً على الأثاث القديم الذي يروي قصصاً تاريخية.